يواجه الجيش السوداني أزمة خانقة تضرب البلاد وتتفاقم مع عدم تنفيذه وعوده بالتخلي عن السلطة وتسليمها للمدنيين بسبب تمسكه بمقاليد الحكم. تعاني البلاد من أزمة اقتصادية حادة نتيجة قطع مليارات الدولارات من المساعدات الدولية بعد الانقلاب الذي قاده رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان العام الماضي. وبدون تشكيل حكومة مدنية لن يستطيع السودان استئناف المفاوضات المتعلقة بخفض ديونه الخارجية البالغة 50 مليار دولار. بسبب تمسكه بالسلطة أصبح الجيش في مواجهة الحركة الاحتجاجية الضخمة التي أسقطت النظام السابق والتي تصر على تشكيل حكومة مدنية رغم التدخلات الأمنية الوحشية في كثير من الأحيان. يواجه الحكام العسكريون أيضاً اشتباكات واحتجاجات متكررة في شرق السودان وتوترات عرقية وطائفية تهدد استقرار البلاد بشكل عام. إذن لدى جنرالات السودان كل هذه الأسباب التي تدفعهم إلى تشكيل حكومة مدنية، لكن هل من مؤشرات على أنهم قد يفعلون ذلك؟ قاوم التحالف الذي يقوده البرهان حتى الآن معظم الجهود الرامية إلى تخفيف قبضته على السياسة والاقتصاد، ما أفشل جهوده بإقناع المدنيين بتشكيل حكومة ذات مصداقية. تشير غالبية التحليلات إلى أن الجنرالات لا يظهرون استعداداً حقيقياً للتخلي عن السلطة في المستقبل القريب، ناهيك عن التخلي عن السيطرة على الشركات الحكومية المربحة أو إخضاع الأجهزة الأمنية للرقابة المدنية أو المساءلة القضائية. أن قواتكم مسلحة